يوم القيامة رب العالمين هو ما يجيب هاي الخلق كلها مليارات ويحشرها وقت واحد يحاسبها، يقسمهم، فيحاسب المسلمين واحد ويحاسب المسيحيين واحد واليهود واحد. بعدين من يحاسب المسلمين هم يعزل، يقول يا بنتم جماعة علي بن أبي طالب تعالوا منا، جماعة دولات منا، من اللي يحب علي بن طالب يجي منا، من هم تختلف الفتاوى والكذا. بعدين احنا يجينا اتباع اهل البيت اللطيفه، يعني نقول يا ابا جماعه المجلس الاعلى منا، جماعه حزب التعاون وجماعه الميليشيات الواضحه منا. طبعا احنا ميليشيات واقحه بالحق على الباطل، احنا واقحين بالمعركه، احنا واقحين، احنا ينطبق علينا اشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا شعار.